السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ وتلميذات سويس هيلز، أهلا بكم. نبدأ معكم درس جديد في مادة التربية الدينية الإسلامية، الصف الأول الابتدائي، الفصل الدراسي الأول. الدرس بعنوان الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن الله تعالى أمرنا بها 5 مرات في اليوم، كما أن للصلاة حركات معينة يجب أن نلتزم بها. هيا بنا نردد معا نشيد الصلاة ونتعرف على خطوات الصلاة. أصلي لله 5 ثاني ركن في الإسلام، أبدأها برفع يدين في تكبيرة الأحرام، أتلو الفتحة وآيات، ثم ركوع وقيام، ثم سجود وقعود، ثم سجود وسلام. هيا نتعلم معا خطوات الصلاة. نبدأ الصلاة بنية الصلاة، وهو أن أجهز المصلى وأن أقف اتجاه القبلة وأنو الصلاة. الخطوة الثانية وهو أرفع يدي في تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي الله أكبر. الخطوة الثالثة أبدأ بقراءة سورة الفاتحة، ثم أتلو آيات من سورة قصيرة كسورة الإخلاص. الخطوة الرابعة أن أركع وأقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. الخطوة الخامسة أعتدل من الركوع وأقول ربنا ولك الحمد. الخطوة السادسة أسجد وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. الخطوة السابعة أعتدل من الركوع وأقول رب اغفر لي رب اغفر لي. الخطوة الثامنة أركع ثانيا وأقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. الخطوة التاسعة أن أقرأ التشهد. الخطوة العاشرة أقول السلام عليكم ورحمة الله 2 مرات، مرة يمينا ومرة يسارا. وبذلك نكون قد انتهينا من درس اليوم. أراكم في درس جديد. مع السلامة.